بسم الله الرحمن الرحيم. واجبة واجبة واجبة. طبعا هذا اول واحد هنا في عمان. وجبة 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 وجبة. ايه لا حد يسرق الكلمة ويقول انه يعني هو اللي مسوي ايه حرق اسعار. سبالي هنا فلفل وحركات ما شاء الله. الحوامل سووا سكيب. 50 ولا بس جماعة الطعم انبليفبل يعني كذا something great great ها انبليفبل. شباب الريش 10 على 10 لحد يكلمني والله يعني توفقتوا والله جد جد لذيذ. اقوى الريش اللي كليته. ايه اقوى الريش كليته. اعقها اعقها اللي عقبه عقبه لذيذ يعني شوفوا لذيذ يعني ريش مالم والدي الذن من العرب مالنا والله. والله حقيقه يعني والله واقع يعني والله واقع لذيذ ما شاء الله واقع قوي قلنا اوكي بس بيكون اوكي مثل ما قالوا ان شاء الله. طبعا جماعه هذا سندويتش مشكاك اتوقع شباتي ومشكاك شباتي مع مشكاك وصوص كذا خاص. يا سلام سلم هذا البست سيلر عندهم. طبعا سعيد اذا طلبوا مشكاك يجيهم مع هذا هذا الذ شيء بتاكلوه مع بعض احلى كومبينيشن والله. شوف البرجر شوف شوف كيف يبتسم البرجر. يا سلام ديم شوفوا شوفوا شباب شوفوا كيف ما شاء الله. ويش هارديز تحس البرجر من هارديز يعني انت اتخذت هارديز عشان يكون بديل ولا عشان ويش بديل اكيد انا بديل. كيف سليمان والله والله خلينا نجرب شوفوا معي بسم الله ما شاء الله خلاص قول لي والله لذيذ تو اكتشف انه عندك ذوق. وعليكم السلام. الاخ تمون تقول كلمة حق بامانة واجد واجد لذيذ وربي يبارك لهم في رزقهم. سعيد اعرفه يخصنا عشان كذا كتبت هذا الكلام. لا, لا, لا لا والله ما مكتوب. سعيد جيران اليوم كان باغي يخطبني لكن اهلي لا لا ايه لا هي هذه الوجبة واجد واجد عزيزة واجد عزيزة. أول أول مرة أروح عربي كل شيء فنانة لذيذ لذيذ يا سعيد والله في شباب من ضخيم والله لذيذ كذا يكون داخله فيه فلافل فلافل بطاطا مشكاك هذا المهوغر. إيه اللي يريد يروح تنزانيا تعال اشتري هذا والله كذا تحس عمرك هناك. هذا باشن انزين كذا في لسعه زنجبيل كذا شوي باشن مع زنجبيل يا خديم والله توفقت والله بعيدا ان انا يعني جاي اتعشى عندك وجاي كذا والله لذيذ كل شيء عندك قوي ما امزح والله يعني ما مفروض امدحك تو انا يعني لكن والله كل شيء قوي. تماضر تقول وين ضامين حالك الريش لانه دائما ما شاء الله لما نجي يكون مخلص من وقت. ايوه وش تو؟ يعني مسوين ستايل الحق ما تلحق وش؟ لا 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 حقيقي والله خلوا لي كذا كمين حبه يعني زين لكن اللي يبغى لحقوا من وقت هم تقريبا بعد الساعه 9 كذا خلص كل شيء. ما قادرين توفروا ريش لين اخر الليل كميه اين حماس المستهلك؟ حماس المستهلك الكواليتي الكواليتي مال ريش ما مشكله ما الكوانتيتي يا اخي وس يا اخي وسع الدنيا شاف هذا من كم مصرفيه هذا لا كوانتيتي ما كوانتيتي شباب وزع وين موقع والله لكن لا اكثر ما افريقي شكل موقع دقيقه وين دوار الموج دوار الموج اوكي
كلف وانت جاي من مركز البهجه دوار موج كلف يسار حلو كأنك رايح دوار مطعم زنجباري حلو على ايدك اليمين دقيقه ميكس جنب هذه العربات الثانيه يعني من اسم العربه هذه الكبيره صدفه عشان ما تقولوا تزقباري حسات عندنا حل بعض ما فيش بختصر لك يا جوجل ما تكتب دقيقه ميكس يطلع لك سعيد ان انت ما تفشرنا انت سويت في جوجل ما لا لا المهم موجود عندهم والله الاكل عجيب 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 اللي ما جرب جربوا لا تسمعوا كلام الناس والله تعال بنفسك جرب وشوف